بيعملوا سغنوة فيديو دلالة نوادي. ان شاء الله انتم بخير، انا الحمد لله لاباس. اليوم غاديين الجبل الزوينان كما شفتوا في العنوان. اي احنا غاديين الجبل وبغينا نفوتوا تما اسمه واش البلاصه جنه بجهنم، زعما لا تخافوا ولكن كيقولوا هذه البلاصه جنه وجهنم، لان كاين واحد الجبل كتدخلي فيه كتدخلي لتحت، زعما من فوق لتحت كيدخل نيت بحال واحد الحفره كبيره الزوينات. المهم تما بغينا نمشيو ليه وتما بغينا نفطروا، والمهم دوز معنا هذا النهار زوين مشمش. وإلا بغيت تعرفوا كي داير هذه البلاصه بقى معنا وفرجه ممتعه. بلا 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 بغيت شي حاجه ما قدرتش نشوفه البنات. كان واحد المكازه كبيره تما اسمو ميكروس، وكان هضر مع كاميرا ماي بحال كنقول لك بنات تما ما كتهضر معايا ضروري. وهي ما الزوينات تما قالوا زوين ميكروس ضروري خصني ندخل لها واحد المره، اللي عندنا ما عمري ما دخلت ليه بجوش. ومن دابا قالوا انا كنهضر معاهم، الله يستر قولوا امين. Siehst du? Und in diesen, das ist alles von der alten Zeit, von der Byzantzeit, Mama. Diese Steine, diese Torbögen, alles, ne? Diese ganze, alles, was du da siehst. Und da hat Papa diese Münze gefunden. Haben wir nachgeguckt, die ist vom 11. und 12. Jahrhundert. Und hier, da unten, ist der Eingang. هذا هو كسكلاس الزوينات. الى ترجمت هذه الكلمه بالعربيه هو قصر ديال واحد البنت، بالضبط واحد الاميره اللي كانت شحال هذه كانت كتعيش زعما مع باها، وباباها دخلها في هذا القصر باش واحد اللفعه ما يعضهاش وما يقتلهاش. هذا واحد الشوافه جا عنده قال لها بنتك غدا تموت، وعلاش حقتاش واحد اللفعه غتجي وغتعضها وهي غتموت. داكشي علاش باها بالزربه بالزربه دخل وسط ديال البحر ودار هذا القصر على حساب بنتو. هذا هو القصه ديال هذا الكسكلاس، وفي الاخر بنتو ماتت على حساب هذا العضه. Thank you.
كيما كتشوف الزوينات راه كنطلعوا فوق الجبل راه قربنا وحنا غادي ندوزوا من حدا واحد البلاصه اسمه جنات وجهنم زعما جنة وجهنم وهو البلاكا ديالو زعما ولكن هذا واحد حفره كبيره وقيلا قلتها في الاول حفره كبيره وهو درجه راه فيه 450 درجات باش تلحقي داك البلاصه اللي كاين لتحت لتحت المهمه الزوينه مشيت مع راجلي مني مازال بنتي كانت صغيره بنتي الاولى هذه المره ما مشيناش لان عارفه كي داير هذا الشيء والمهم وي هذا هو وصلنا كما رفعنا مجزسنا بسم الله وصلنا تمام مجزسنا مرحبا بكم الزوينات زوين ناموي بزاف ما شاء الله يا شوفوا الريال تاع ديالنا يا شتمت الزيتون وداك الشيء اجي فما دازت ماما ها وعر فك خاص ich glaube letztes mal war das hier voll den mehr hallo ja evet evet çok güzel Nadia ama bu kapat burada çok güzel bu tehlikeli değil ya biz çocuğa bakacağız tehlikeli bir şey bu bir şey olmaz da bak şurası tehlikeli çocukla ilgileneceğiz Bir masa daha koyacağız. Rue Zouinat. حنا كنستناو دابا باش صايبوا لنا الطابلة للفطور. وانا وواحد الكوزين ديال مدينة إليسا مشينا لديك البلاصة فين كاين لعبو الدراري ها انتو كاين لعبو مهم زوين بزاف 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 هنايا الى بغيتو شي فطور اللي كتشوفو في الافلام اجي لهنا قريبا الكسكلاس وصراحة غادي يعجبكم بزاف بزاف وقيلة الفطور حاضر ولا البنات حنا شبعنا عاد بابا هي البنوته بغات تلعب مع اختها اللي هي وانا غنهزها شويه واخا حنا غنمشيو دابا شي عند ابلا 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 تمام اجيب وحنا غادي نوضعوا حنايا انا غسل يديا ونتلاقاو من بعد الزوينات بابا مازال كيغسل ودي انا غسلتهم هالو وانا غنمشي دابا مع الدراري والله الا زوين عجبني داك البلاصه و نمشي نشوف
موي زوين هنا زوين بزاف واعر واعر تايا كتصور حنا كنا كنصورو او بشويه غادي نوضو نمشيو للمدينه ديال ليمونلو ها زوينات هذا هو ماشي النهايه ديال هذا الفلوغ لان قسمته على جوج هذا الفلوغ باش ما يجيش طويل ونجي خفيف على قلبكم ان شاء الله وحنا غدا نتلاقاو ثاني في هذا الشان ولا قناه ونتلاقاو ثاني هنايا باش نشوفوا البارتي تانية ان شاء الله وبغيت نقول لكم ولا ماما اللي بغيت تقول لكم شكرا شكرا بزاف على تعليقات ديالكم زوينين انتم فنين كتسلم عليكم كتبوسكم كاملين بزاف بزاف وان شاء الله عجبكم هاد البارتي الاول ديال هاد الفلوغ ديال نهير زوين زوين انا كنخليكم دابا نخليكم على خير وان شاء الله حتى الغدا و كان بوسكم كان حماق عليكم وكان بغيكم بزاف بزاف